نصيحة لكل الوالدين. نهار الاول عطيتي بنتك عرفتي من عطيتيها؟ يعني سبب هذه الجريمة الوالدين. الوالدين دابا انت كتقولي انا ما نصيفطكش، وفين دابا فين صدقتي يا الام؟ صدقتي دابا في جوج دفنتيهم، واحد صيفطتيه للحبس ووحدة دفنتيها تحت التراب. شي حاجه اللي غتستاهل وصافي، يكفي واخا تكون ديك الحاجه كتستاهل الحبيبه ديالي، يكفي انها ولدت ثلاثه اكراعين هذوك الوليدات. هو فاطمه هي كتقول لك احمد دائما، تصور لك النعيف شي فرح كتقول لهم غنيوا لي على احمد. دابا هذوك الوليدات كيفاش غيشوفوا في جداهم وفي خالهم وفي جدهم وفي هذا كامله؟ يعني كيفاش غادي يشوفوا في هذاك؟ انا بعد شهاده لله راه هذيك راه هي كانت ضحيه ديال الام ديالها، ولا اله الا الله، والله يرحمها ويوسع عليها. مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا البث المباشر والمؤلم اللي والمفجع اللي مازال كنشوفوا. يعني اخ كيصفيها الاخت ديالو بدم من بارد، الاخت ديالو اللي كتبلغ في العمر ديالها ما بين اللي كيتراوح العمر ديالها ما بين 30 سنه حتى 32 سنه، يعني شابه والده عندها ثلاثه ديال الوليدات، كانت كتعيش مع الزوج ديالها، وقع واحد الخلاف مع الزوج ديالها، اي زوجه كتغضب اي زوجه كتجي للدار ديال والديها واحد المده كتجلس، نتوما عارفين هذا الشيء. حتى وقع مشاهدي قناة شوف تي في ما لم يكن يعني متوقع، أخ كيصفيها الأخت ديالو بآلة حادة، يعني بجنوي بواحد الطريقة اللي هي بشعة. حاولت مسكينة أنها تهرب منه مرة ومرات هنا في مدينة في النواحي ديال بوسكورة، ولكن شاء أن هذا الجاني هذا وهذا المجرم هذا أن يرديها يعني قتيلة بلا رحمة ولا شفقة. معنا مشاهدي قناة شوف تي في الجارة ديال الضحية فاطمة، الله يرحمها مسكينه والله الله الله يوسع عليها يا ربي ضيقة القبور، اللي غتعطينا واحد الشهاده في حق هذه السيده هذه. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام اختي، معك فوزيه التوني من دوار الغابه السوال المطريفيه، انا جاره الضحيه. بارك في راسك الله يمشي معك بس الحبيبه ديالي. كانت واحد الانسانه الضحيه، زعما انا كنهضر دابا على الضحيه، كانت واحد الانسانه حكم هي اللي كانت ساكنه حدانا يعني تصور انك انت مراه ما كتهش فيك العين، فما بالك انا مع راجل اخر، يعني حشوميه لاقصى درجه، مزيانه ظريفه أقصى درجة، خدومة يعني في المحطيتيها كتخدم مع الناس مع الجيران مع كل شيء، إدها بإدك في عرس في قرح في أي حاجة، يعني كانوا عيشة هي ورجلها على قد المستطاع. حنا عارفين الناس راه الطبقة الفقيرة راه كيفاش عايشة، وداك الشيء موني بريكي من دوار دوار الغابة السوال المطريفية قرب سيدي رحال، أي سيدي رحال الشاطئ، يعني كانوا عايشين بخير على قد المستطاع. في لحظة يعني سوء تفاهم غيوقع ما بين الزوج والزوجة غتجي هي غضبانة عندها، ما عرفاش شنو سوء تفاهم. لا سوء تفاهم ولكن يعني عادي ماشي شي حاجة، ماشي شي حاجة اللي هي كراف، لا لا ما كيحطش يدو عليها، ولكن غير الهضرة على الهضرة غير ضروري، راه كاينين هذه راه ولينا عادي ولات عندنا عامة هذه ماشي يعني. وجات هي غضبانة لدارهم شهادة لله، يعني الزوج ديالها لدرجة أنه ولا كيدور في الدوار وكيبكي كيطلب في الناس في الجيران بعيد قريب عاودوا معايا جيبوا معايا مرتي، جابوا عمامه جابوا خواله جاب الجيران ما خلى اللي جاب مسكين، كيلقى دائما الرفض من طرف الام ديالها. بالضبط الام ديالها، لا ما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش. شحال مده هي جالسه في دارهم؟ يعني راه قبل رمضان. قبل رمضان، قبل رمضان وكان يجي عندهم وما كيبغيش وكيجي وكيطلب لدرجه كنا تجمعنا حنا الجيران كاملين وكنا باغيين نجيو عندها، حتى كيجينا اتصال هاتفي من عندهم كيقول لك اللي جا غنصفيوها ليه بلا ما تجيو بلا ما ديروا، راه هذاك الشيء اللي في بالكم ما عمره غادي يكون، باش تقولوا احنا بنتنا غتمشي تما كاينه، بنتنا ما غاداش تمشي تما كاينه. اللي كنحكي انا هو كيقول لك انايا مشيت عندهم كنطلب، كتقول لك تنصفت نظره وكتقولي والله لا ديتيها ولا ديتيها، لا عمرها كانت لك، يعني حشومه وعيب. نصيحه لكل الوالدين، نهار الاول عطيتي بنتك عرفتي من عطيتيها؟ يعني سبب هذه الجريمه الوالدين. الوالدين انا كنقول وشهاده لله ان الام ديالها هي السبب في هذا الشيء. علاش جا عندك خطا عاقبي باي وسيله وراه الوالدين هما اللي كيردوا العقل للولاد؟ ها نعم ماشي يعني الا ما كانتش هاد الام وهاد الاب هما اللي غيردوا العقل لبنتهم او الراجل بنتهم، شكون اللي غيرد لها؟ شكون اللي ما كاينش حبيبتي، ما كاينش حبيبتي اللي غادي يرد المقلب سوى الوالدين، ما كاينش هادشي كوبل انه ما كيختلفش. واخا امتى بدات الخلافات على وديت هادشي؟ هما يعني راه التخاصمه هذه فاش جات ولا راه عفا التخاصمه هذه؟ يعني ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه اللي يعني كاينه اساسيه غادي تبنى عليها الخلاف، يعني شي انتقام ولا شي حاجه؟ لا 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 ما كايناش، حنا عايشين معاهم تما كاينه راه خلاف بسيط. شوفي فين بشا دابا قلت العقل، دابا انت كتقولي انا ما نصيفطكش، شوفين دابا فين صدقتي يا الام،
صدقتي دابا في جوج دفنتيهم، واحد صيفطتيه للحبس وواحده دفنتيها تحت التراب، واحد فوق الارض وواحد تحت الارض وواحد ثاني ضحيه ثاني والزوج الثاني نهضروا عليه حتى هو اللي غيولي عاوتاني يمشي في الزناقي ويولي يبكي والوليدات غير كانت غير كان مخاصم معاها وكان كيبقى يبكي. قلتي لي كيبكي قسما بالله قسما بالله اللي درتش انا ملي كيجي عندي للدار كيبدا كيبكي انا كنبقى كنتالم الداخل ديالي كنشوف هنا في هذيك اللحظه يعني علاش علاش بغيت نعرف علاش علاش تجوزتيها انه بالاولى حاجه تستاهل ما كاين حتى شي حاجه اللي غتستاهل وصافي يكفي واخا تكون ديك الحاجه كتستاهل الحبيبه ديالي يكفي انها ولدت ثلاثه كنراعي هذوك الوليدات ولو ما تولدش كاع صافي ردي للعقل رد العقل نزكاها واش نتوما كتزوجوا ولادكم باش ترجعوا عندكم ولا كتزوجوهم باش يستقروا ويديروا حياتهم دائما انا راه عندي بنت دائما كنخلي القرار عندها عجبك الحال بقاي ما عجبكش الحال هذا ربك كاينه بلا والمراه هي كانت باغا راجله ها هي كانت باغا شوفي كتبغي كتحمق عليه هو فاطمه هي كتقول لك احمد دائما تصور لك كنا عيف شي فرح كتقول لهم غنيوا لي على احمد يلا يعني الله يرحمها ويوسع عليها يعني باش تعرفي هاد درجه الحب اللي كانت بيناتهم في حشومه وعيب عليك تصدقي دابا دفنا بنتك كون خليتيها عبشت كرك دائما كتشوفي فيها دابا وخليتيها مع وليداتها هذه يعني انا كنقولها للوالدين كاملين ما تدخلوش في حياتهم دابا باي وجه غيشوف فيكم والديهم واش باي وجه غيشوف دابا ما غاديش دابا انا كنتسائل بعدا باي وجه غيشوف دوك الوليدات وكان هما سبب انهم يتم ولادهم دابا انا هادشي دابا انا اللي كنتسائل فيه جايه قبيله وكنتسائل فيه كنقول دابا هذوك الوليدات كيفاش غيشوفوا في جداهم وفي خالهم وفي جدهم وفي هذا عائلتهم كامله يعني كيفاش غادي يشوفوا في هذاك واش غادي يبقاو مازال غادي يجيو واش غادي يبقاو تصوري ان البنت يعني بحال اللي سبقها لها البارح انها ما تعشاتش هرست التليفون بنتها الكبيره في عمرها 14 عام اي هرست التليفون كتقول ما باغاش نتعشى صافي تقفلت ليها ولدها كيقول لي بابا عمره ما قال لي ديني عند ماما حتى البارح قال لي بابا بغيتك تديني عند ماما نشوفها يعني حشومه وعيب انا بعد شهاده لله راه هذيك راه هي كانت ضحيه ديال الام ديالها ولا اله الا الله والله يرحمها ويوسع عليها اما السيد راه ما عندوش منها شي تعب راه بكتافه شهاده لله راه ما غيبت حتى واحد معايا في قبري راه شهاده لله السيد بكتافه كيحفر هنا كانت عايشه معاه مزيان غير هو بعد مره كيوقع خلاف بين شوفي حتى الخلاف ما كانش بزاف راه ديجا فين كتلقيهم هما يعني عندهم داك الخلاف قليل هي مهليه في عدوسها عدوسها مهليه فيها زعما احنا استعدادها راه احنا كنشهدوا لها الله يرضي عليها كانت مهليه في عدوسها هي ما تقولش ليها مالكي ولا بالزربه ولا هذه وفين ما مشات كتديها معاها مرت ولدي مرت ولدي وهي كذلك وميت المهليه في عدوسها اختي هنا في بوسكوره هنا في بوسكوره احنا لسه اللي جاتنا الاخبار انت انا ما عارفاش بالضبط فين قتلها وان حنايا تما كاينه انايا في دوار الغابه كنسمعوا فاطمه قتلها خوها كنقول لهم ربما هاد الاخبار حنا تقريبا جاتنا الاخبار مع ديك العشرة ونص 11 يعني وقت لها ديجا وكان غير حابسها اه يعني قتلها يعني وكان حابس تما الساعه الساعه اللي جاتنا حنا الاخبار اه ديك العشرة ونص 11 هذيك الساعه هي اللي فاجاتنا الاخبار الدري كتعيط لمرت مرت ولد خاله هو كتقول لها راه فاطمه قتلها خوها كنقول لهم ربما ما غاداش تكون قتلها ما صدقتوش يعني ما صدقناش ربما غتكون غيبه يعني غيكون خصومه ولكن ربما تكون مغيبه بحال ديجا هاد الاخ ديالها كان تيضربها كان تيعنفها هو كيعنف انا اللي سمعتني انه كيعنف والديه وكيعنف خوته كان لدرجه انه هو ما ساكنش معاهم لدرجه انه هو ما ساكنش معاهم شنو العقوبه اللي كتمني لهاد السيد هذا حنا عندنا الثقه التامه في العداله المغربيه حنا عرفنا روسنا حنا عارفين روسنا ان حنا في مغرب الحق والقانون طبعا. اقصى العقوبه كنشوف انا لهاد السيد اقصى العقوبه علاش لانه دوك الوليدات اللي تيتموا ثلاثه والزوج ديالها والزوج ديالها اه ها ويعني اللي ولاو ضحايا دابا شكون غادي يهزهم وما كاينش اللي غادي يحن فيهم اكثر من امهم واش والديهم كانوا والديها كانوا كيقولوا للزوج ديالو تاخذها غتاخذها ميته كاينه كاينه هذا الكلام ويشهدوا به حتى عائلته عائلته هو الا كان هذا الشيء بصح حتى هما خصهم يتعتقوا كاينه معنى هذا الشيء كيوضح انهم كان عندهم نيه يعني يديروا شي حاجه نعم الا ما داروش هما هو دارها ولدهم دارها ولدهم يعني اول باها هو طبقها ديوها ميته سدوها ديوها حيا ديها رجع بنتك رجع بنتك هي عاش بغيتي انا اللي كتقول لي تموت وما تديهاش انت علاش اللي تموت وما تديهاش هي اللي صدقت ميته علاش علاش واخا يكون الخلاف ما ديالاش هذا الخلاف وعمرني ندخل انا في بنتي نخليها هي اللي تاخذ حقها راه كاين راه بنتي انا لا ضربت وضربها كاع الزوج ديالها غتوصل كاع اقصى حاجه اللي غيدير لها الزوج ديالها انه يضربها راه كاين القانون اللي فين غتاخذ الحق ديالها بنتي
طبعا. وما غندخلش انا. الله يصبركم اختي. تبارك الله عليك حبيبتي. الله يصبركم، بارك في راسكم مره اخرى. مرحبا. مرحبا. مشاهدي قناه شوف تي في، وصلنا لنهايه هذا البث. بالسلامه عليكم.